أول خبر والذي تصدر طبعا الصحف والمواقع قمة دول فيشغراد، وبعد مشاركة الرئيس السيسي للقمة لقمة دول فيشغراد تتبنى إنشاء مجلس تعاون بين القاهرة والاتحاد الأوروبي. المجر، سلوفاكيا، التشيك وبولندا تعلن دعمها للاستقرار الأمني والاقتصادي بمصلحتها. تم مناقشة ملفات كتير وقضايا كتير، حيث طلبت دول تجمع فيشغراد المجر، بولندا، سلوفاكيا والتشيك بإنشاء مجلس تعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، مهم جدا، وأكدت على إن هي تريد أن تشارك في صيغة تنفيذية للوصول إلى هذا المجلس. وأشاد قادة الدول الأربعة بمساعي مصر نحو تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي. أكدت أيضا الدول دعمها الكامل لخطوات مصر في هذا الإطار، حيث أجمعت على أن استقرار مصر يصب في صالح استقرار دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن أهمية تأسيس علاقات قوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وأضاف كمان أن الجزء في الجزء الأول من قمة فيشغراد ناقش فيه رؤساء دول التجمع ملفات أمن أوروبا وملف الهجرة غير الشرعية. أما في الجزء الثاني من القمة كان هناك مؤتمر للدول الأربعة بالإضافة لمصر، وكانت هناك أربع موضوعات هامة جدا طرحت للنقاش، هي الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاستقرار في جنوب حوض المتوسط والتعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي. خلينا نقول برضو أن رئيس الوزراء المجري أعلن، اتكلم طبعا عن الملف الليبي وملف أمن ليبيا، وقال نحن الغرب تدخلنا في حياة هذا البلد دون خطة بديلة لتحقيق الاستقرار، والحدود الشمالية لليبيا ظلت بلا حماية فترة طويلة جدا وفتحت الهجرة لأوروبا. لافتا تم طبعا الاتفاق بما أن مصر لها دور كبير جدا في الملف الليبي أو يعني أمن ليبيا، فقال رئيس الوزراء المجري أنه تم الاتفاق مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية خلق الاستقرار وتضافر الجهود الدولية في تفعيل دولة القانون في ليبيا وخلق حكومة قادرة على إدارة البلاد. أعرب أوربان أيضا عن تطلعه لتحقيق تعاون اقتصادي قوي بين مصر وبين دول أوروبا، وأشار إلى أن هذا التعاون لا يزال دون المستوى المطلوب لحد دلوقتي، المفروض أن هو يكون أعلى أو أكثر تضافر من كده أو أكثر تشابك من كده. وأضاف إلى أن المباحثات دي تضمنت أيضا بحث تحقيق تعاون مستقبلي مثمر بين من خلال خلق صيغة لتأسيس مجلس تعاون مصري أوروبي. طيب نعرف تفاصيل أكثر عن هذه القمة. معنا على الهاتف دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتور. وأخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طيب تعليق حضرتك في المجمل عن الأول قمة دول فيشغراد، وبعد كده هنتكلم في الأربع ملفات، تفضل يا فندم. هو طبعا لقاء مهم، لأنه هذا التجمع من أحد التجمعات المهمة في نطاق الاتحاد الأوروبي. العلاقات مع المصرية مع هذه الدول هي علاقات بالفعل تاريخية، لأنها امتدت منذ كانت هذه الدول في منطقة شرق أوروبا، وكانت علاقات مع جمهوريات كومنولس ونطاق الاتحاد السوفيتي السابق. تمام. فأنت تتحدثي طبعا عن علاقات لها بعد تاريخي كبير. والعلاقات أيضا تحديدا مع المجر وبولندا علاقات تاريخية بناء عليه دعوتهم لمشاركة السيد الرئيس، تقديرا منهم لمكانة مصر وللقيادة السياسية المصرية. هم شايفين أن مصر بالفعل دولة كبيرة ودولة محورية تؤدي دور في نطاق العالم، وأيضا على اعتبار أن مصر عضو غير دائم في مجلس الأمن. كل هذه المرتكزات دعت لدعوة مصر للمشاركة في هذه القمة. هم بيدعوا دولة مهمة في نطاقات الأقاليم المختلفة. تم اختيار مصر طبعا لطبيعة العلاقات الخاصة اللي أشرت إليها، وأنا أعتقد أنه يعني كلمة السيد الرئيس ومشاركته واللقاءات التي عقدها بتعكس طبعا الحضور المصري الكبير في ليس في على المستوى الأوروبي، ولكن أيضا على النطاقات العالمية والإقليمية الأوروبية. تمام. طيب أشادت الدول الأربعة يا دكتور طارق بدور مصر في الحفاظ على الأمن، خصوصا الأمن الحدودي أو الأمن الخارجي. فيعني هما طبعا اتكلموا كمان في الهجرة واتكلموا في السياحة واتكلموا في الاقتصاد، بس الأربعة أشادوا بشكل كبير جدا في دور مصر الأمني في مكافحة الإرهاب. كيف ترى هذا؟ يعني هي القضية ليست فقط في قضية خبرة مصر في التعامل مع قضية الإرهاب أو إشكالياته فقط، لكن هم أشاروا
الى ما تلعبه مصر في هذا التوقيت في ملف الهجره الغير شرعيه بالزبط. وضبط الحدود والاجراءات الخاصه التي اتخذتها الدوله المصريه. طبعا هو في تسليم كبير بان مصر هي دوله نموذج في الشرق الاوسط، وبناء عليه يعني تلاحظي حضرتك لو بتعملي تحليل مضمون لكلمات الرؤساء وحتى ردود الفعل المرتبطه بالقمه والتجمع اشاره كامله ومباشره الى الدور المحوري المصري في هذا. خلي بال حضرتك في نقطه مهمه يمكن حضرتك اشرتي اليها سريعا، قضيه الارهاب والتطرف ليس فقط في النموذج اللي تطرحه مصر، ولكن في حاجتين. الحاجه الاولى هو خبرة مصر في التعامل مع ظاهرة الإرهاب بالزبط. والأمر الآخر هو المشاكل الخاصة بعودة المقاتلين الأجانب إلى أوروبا، ودي أيضا ظاهرة يعني تفزع أوروبا بصورة كبيرة. في خبرات كثيرة في التعامل المصري مع هذه الحالات، وبناء عليه مهم قوي هم ينفتحوا على مصر، ومهم جدا إن هم يستأنسوا وينصتوا لرأي الرئيس السيسي في هذا. ويمكن حضرتك لاحظتي الإشادات حتى الشخصية على مستوى التعليقات بالسيد الرئيس وبمصر حتى على مستوى أنها الدولة الكبيرة في الإقليم اللي ليها تجربة مهمة قوي، مع الإشارة إلى طبعا الخطاب السياسي المصري في الأمم المتحدة. وحضرتك تذكري أنه الرئيس السيسي في كلمته الأخيرة حتى في الجمعية العامة في الثورة العادية الماضية كان وجه الأنظار بصورة واضحة، وأيضا تكرر في قمة الرياض طبعا في الكلمة المهمة التي ألقيت وقتها. فأنا أعتقد أنه هذه التجربة الأوروبية في التعامل مع ظاهرة الإرهاب وإشكالياته وارتداداته إلى المنطقة في حاجة إلى دعم دولة كبيرة في الإقليم بأكمله، وطبعا خبرة مصر في هذا بالزبط. طبعا مهمة في هذا الإطار. طيب لو خصينا أيضا بالذكر ما صرح به رئيس وزراء التشيك مثلا عن ليبيا، وقال تحديدا انهيار ليبيا أوصلنا إلى أن في يعني خط تنقل الهجرة غير الشرعية، بما أن احنا يعني لازلنا نتحدث عن الهجرة غير الشرعية، وقال أن يعني هناك مباحثات كبيرة من الجانب المصري هامة جدا أيضا وإيجابية جدا لتحقيق دولة القانون في ليبيا. هل النقاط دي كانت على اهتمامات مثلا الدول الغرب قبل كده يا فندم بالشكل المطلوب، ولا وصلت لحد هنا بعد ما حدث في ليبيا؟ لا طبعا هو الاهتمام ليها خصوصيه معينه لانها مناطق تمس استراتيجي مع اوروبا ومع المتوسط، طبعا بتمثل الحاله الليبيه حاله طبعا مصدر قلق، وطبعا في هذه المناطق الحدوديه المباشره ومناطق المتوسط علامه ليها ارتدادات مباشره في نطاق اوروبا. وطبعا موضوع الهجره الغير شرعيه يزعج الجانب الاوروبي بصوره او باخرى بالظبط. الاجراءات اتخذت على مستوى الشراكه الاوروبيه العربيه في هذا الاطار. انا اظن تركيزهم على الحاله الليبيه تخوفهم من ظاهره الارهاب وظاهره يعني عوده التنظيمات المقاتله لتمثل تهديد مباشر لامن اوروبا. قضيه امن اوروبا من احد القضايا حضرتك مهمه قوي اللي بيبحثها القاده الاوروبيين صح. وطبعا استمرار الاوضاع في ليبيا بهذه الصوره وعدم وجود طبعا سلطه شرعيه ممثله بتعمل مصدر ازعاج لهم، انا اعتقد ان هم يعني هيكون لاوروبا دور في الفتره القادمه في التعامل مع حاله عدم استقرار في ليبيا. تمام. طيب نروح للجانب الاقتصادي، حيث صرحت رئيسة وزراء بولندا بياتا سيدلو قالت ان هم ناقشوا التعاون الاقتصادي مع مصر لانها من اهم الشركاء في افريقيا، وقالت اعربنا عن استعدادهم للتعاون اقتصاديا مع مصر، وطرحت فكرة بناء منطقة صناعية في محور تنمية قناة السويس، وقالت كمان في افكار للتعاون مع قطاعات الطاقة والبنية التحتية. اذا هناك تعاون اقتصادي، او خلينا نقول التعاون الاقتصادي ده هيكون فيه تعاون استثماري ايضا بين مصر والدول دي. الاستثمار يا فندم حضرتك شايفها ازاي على يعني على اولا على الصعيد الاقتصادي نستفيد منها، واعلان هذا على الصعيد السياسي؟ يعني حضرتك تعلمي انه مناخ الاستثمار في مصر اليوم يشير الى انه مصر دوله واعده، طبعا في اجراءات ارتبطت بصدور قانون الاستثمار في مصر، وان شاء الله اللائحه التنفيذيه ستصدر قريبا. في مناخ اقتصادي كبير، رئيس الدولة بنفسه بيجالس رؤساء مجالس إدارات شركات في العالم، يدعو إلى جذب رؤوس الأموال، رئيس سيسي جالس عدد كبير جدا من رجال المال والأعمال، وناقش معهم إمكانية فتح فرص للاستثمار في مصر، ومصر على هذا المستوى دولة واعدة للتقارير الاقتصادية، ده مش كلام عام ومطلق وإنشائي، لكن التقارير الاقتصادية الدولية المعترف بها في العالم بتشير إلى هذا، فنحن أمام مرحلة جديدة نسعى فيها إلى جذب رؤوس أموال ومحاولة أن يكون هناك
طبعا رد فعل إيجابي على هذا. أنا أعتقد الأفكار اللي طرحت حضرتك أشرت وتكرمت بعرضها ليس فقط مناطق صناعية أو مناطق تجارية فقط، لكن هم يريدوا الاستثمار في المناطق الصناعية القديمة، فيهم ليهم بعض الأفكار الخاصة لتطوير حضورهم في تقليم قناة السويس. أعتقد ده هيبقى في الفترة القادمة واضح ومهم قوي إن احنا نشير إليه، وخلينا نتفائل لأنه طبعا نفس الاستثمار الجيد وحالة الاستقرار في البلاد بتنعكس على هذا. هم شايفين إنه مصر دولة واعدة تقدم إمكانيات كثيرة، وطبعا أعتقد إنه ده هيكون ليه مردود إيجابي في الفترة القادمة. بالظبط، وخلينا نقول إن اتبنت فرص الاستثمار وهذا التعاون الاقتصادي اللي إن شاء الله زي ما سيادتك بتقول هنتفائل بيه ويكون بإذن الله مثمر، يعني كصدى للاستقرار الأمني الذي أشاد به الجميع، لأن أكيد مش هيكون في فرص استثمار من غير ما يكون في استقرار أمني. بالتأكيد طبعا، ربما كان إشارات السيد الرئيس أمس واضحة للغاية وأطمأنهم على حالة الأمن والاستقرار في مصر مقارنة كثير من العواصم الخارجية مش في أوروبا فقط، وإنه لا يوجد أمن مطلق في الصورة اللي تصورها البعض. في دولة تحول تحول سياسي كبير في الإقليم بأكمله، في دولة لديها مؤسسات ولديها دستور ولديها تشريعات وتحولات حقيقية في منطقة طبعا يعني تعاني من حالة عدم الاستقرار. هم في تقدير كبير للأمانة للقيادة السياسية المصرية وللرئيس السيسي، يروا أنه ظاهرة حقيقية في التعامل مع مهددات الأمن الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، ويروا أنه صاحب خبرة كبيرة، وأنه ظاهرة طبعا يجب الاستئناس برأيها والاستماع إليها. وأنا أعتقد أنه رسائل التصميمات اللي وجهها السيد الرئيس ليس فقط لمصر ولكن للشرق الأوسط. الرئيس كان تصريحاته وتعليقاته كانت مبهرة للغاية لوسائل الإعلام الأجنبية، وكنت أتمنى أن أنتم تنقلوا بعض وسائل الإعلام اللي يعني نقلت كلمات السيد الرئيس بصورة كبيرة وأشادت بمصر وبدورها الكبير وبأنها ستتحول لدولة نموذج واعدة. ده اللي يخليني أقول لحضرتك هم فكروا إزاي بيطوروا الشراكة الأوروبية المصرية، وفي أفكار كثيرة في هذا الإطار. أوروبا حريصة على الانفتاح على مصر والاستفادة بخبراتها كدولة نموذج، وأنا أعتقد ده هينعكس الفترة المقبلة طبعا على مجمل العلاقات السياسية والاستراتيجية والعسكرية. تمام، بشكرك جدا يا فندم على هذا التحليل دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، شكرا وصبح لحضرتك مرة تانية.